20 سنة دمروا والعراق. المجرب لا يجرب، جربناكم ومريتكم يا حرامية، وانتم صار 20 سنة بقتل العراق، بقتل العراق يا سفلة يا سفلة، وانتم صار 20 سنة وانتم استحوا، وانتم شايف حلاتوشكم ضربة من الخجل، وانتم شوف شوف شوف، وانتم حرامية سفلة. صار 20 سنة والله لا تستحوا، ما بقيت 20 سنة دمرت العراق وهسه مرشحين من جديد. الله يلعنكم ويلعن أحزابكم، الله يلعنكم ويلعن أحزابكم، الله يلعنكم ويلعن أحزابكم. يوقي العرب وإيران لا بحزاب، يوقي العرب وإيران لا بحزاب، يوقي العرب وإيران لا بحزابكم. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. أغلقت مراكز الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المبكرة تمام الساعة 6 من مساء الجمعة، فيما أقرت مفوضية الانتخاب حصول خروقات خلال عملية الاقتراع، كما وأشارت إلى أن نسبة المشاركين من منتسبي الأجهزة الأمنية بالانتخابات تتراوح ما بين 30 إلى 40%، مرجحة ظهور النتائج النهائية للانتخابات العام والخاص خلال 10 أيام. هذا بدأ وقد بدأت عمليات التصويت الخاص والذي يشمل عناصر قوى الأمن بما فيهم عناصر وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة داخلية كردستان العراق ووزارة البشمركة. إلى هذا أفادت مصادر صحفية في محافظة دهوك ظهور مشاكل في التعرف على البصمات بعدد من مراكز الاقتراع، كما أعلنت السلطات في أربيل حدوث مشاكل فنية في بعض مراكز الاقتراع ما استدعى لتعليق التصويت بثلاثة مراكز انتخابية، كما لم تشهد مخيمات النازحين تفاعلا لغاية الآن في عمليات التصويت، فيما حذر مراقبون من إصرار كتل سياسية على إشراك القوات الأمنية في الانتخابات لغرض توظيفهم سياسيا واستثمار ولاء قادتها وأفرادها حزبيا. طبعا أظهرت لقطات تداولها ناشطون عناصر من الأجهزة الأمنية وهي تشيد بالكتلة الصدرية وتروج لها انتخابيا وتؤكد بأنها انتخبته، وهو ما اعتبره تكريسا لسلطة الأحزاب الفاسدة. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. يابه جماعة التصويت العام عزلوا، لا تطلعون، ابقعدوا اهلكم،
الكتلة الصدرية فولت. يا باش انتخبتوا 100 100 الكتلة الصدرية والله كفو. من الشرطة الاتحادية يستاهل ابو هاشم جبناها. وش هو قفل ابو هاشم خدام؟ الجماعة افتروا ورجعوا ما لكم مجال بعد. لا تجون ضبطت ناموا خلوها يمنه خدام. معنا اتصال ابو علي من ابو غريب، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. نبارك للعراقيين، هاي الاتفاقات هاي الجديدة إن شاء الله تحقق أمل للعراقيين. ونحكي كريم أبو سودة بالفوز السرعة الله يحفظه، ويدير باله على أبو غريب، ويدير باله قليل منو هذا، ويدير باله الكهرباء والمي زين وتبليط الشوارع. ماشي زين 18 سنه هم نفسهم هاي اللي نريدها من البرلمانيين الجد. زين ذول اللي رشحوا اغلبهم ان شاء الله اغلبهم نعم. رشحوا بالانتخابات السابقه 18 سنه، شو اللي سووه خلال 18 سنه حتى يقدرون يقدموا لك اياه بالسنوات الجايه؟ يا اخي بالسنوات السابقه واحد رابط على نهار على قلوب أهل أبو غريب، وكريم أبو سودة وخوش آدمي بكت الله يخلصنا من الكهرباء من المولدات، وندعي له بالتوفيق. واليوم أبو علي إحنا هنا بالبرنامج مو جايين نرشح أو نسوي دعاية لمرشح أو ذاك أو هذا، إحنا جايين هنا نطرح موضوع الانتخابات بشكل عام. أنت تريد تنتخب متى تنتخب هاي أنت حر، أما إذا تريد تروج لشخص معين فهذا غير مسموح في هذه الحلقة أو في برامج الرافدين. أنا إذا أسألك إيش راح يختلف؟ إيش راح يختلف؟ ماشي بس اسمح لي. أوكي، يعني أنت اليوم واحد مجرب 18 سنة وما فاد بي، انت تعول انه بتطي 4 سنين؟ شنو ما تقول لي شنو من خلق عندك يا اخي افتح، وان شاء الله بهال4 سنين يصير بالبشر كل شيء تتوقع زين. بس تتوقع زين واحد سرقك زين واحد سرقك 18 سنة وباقك ونهبك، شنو راح يتوب؟ هسه راح يتوب الله يهديه على الشعب ويتوبون ذولا كلهم الزمرة الفاسدة؟ ما والله معقول. يا عمي ان شاء الله ما بضل، يعني ما معقول ما يضل فاسدين ان شاء الله. ادعي رب العالمين احنا اهل ابو غريب ان الله يصلح اهل ابو غريب البرلمانيين. ابو علي الله سبحانه وتعالى يقول لا يغير الله ما بقوم ها حتى يغيروا ما بانفسهم، هذه آية كريمة. زين أنت إذا ما تغير بنفسك وبوعيك وبتوجهك إيش راح يغير الله سبحانه وتعالى بينا؟ ماكو هيك حكي. يعني أنت إذا نفس الفاسد تنتخبه ونفس الوضعية ترجع عليها إيش راح يغير؟ خلاص أنت هذا قابل بهاي الوضع، أبقى بهذا الوضع. أبو علي من أبو غريب كان معنا. أبو عراق بكربلاء، تفضل أبو عراق. أبو عراق يا ريت تسمعني من التلفون وتنص التلفزيون للأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نصينا التلفزيون للأخير حتى نفتهم عليك. الله يسلمك. نصينا التلفزيون للأخير حتى نفهم عليك. الله يسعدك تاري. حياك الله، يا هلا بك، أهلا وسهلا بك. أستاذ أنا بس بدي أناشد العراقيين بالاجتماع. نعم. أقول لهم ما تنسون للسياسيين الخدمات بعد، لا تثقون بهم، لازم نبدل هالمرة ما فيها مجال. لا ينسون الشهداء، لا ينسون الضحى والموصيل. نعم. هالمرة ما فيها مجال لا فتان ولا فتان، هالمرة لازم نغير وجوه جديدة، لازم نطيح للخير خلينا نجرب. بعد القدامة ما ننتخبهم. عيب على كل اي واحد مواطن يرتقب لاي سياسي قديم 18 سنه كل شيء ما سوونه.
نعم. اريد للخوض وجوه جديده. اي واحد من السياسيين الكدر بعد حرام واحد يتقبلنا واحد من عندهم. نعم. نعم استاذ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي ذمه هاي. احنا مو باكر عقبه نقول هذا مو زين ويرجع عندنا نفس الشيء، نريد نبدلهم احنا بعد. زين ابو عراق. يعني ماشي، إذا هي الآلية الانتخابات والأحزاب اللي معروفة هي من 2003 ولغاية الآن والكتل السياسية هي اللي مسيطر على المشهد العراقي، حتى إذا صعد كم وجه جديد من العراقيين ذولا هم اللي مسيطرين، هل ذولا القلة القليلة راح يقدرون يغيرون؟ وإحنا شفنا بالانتخابات السابقة، الانتخابات السابقة هم صعد كم وجه جديد وما قدروا يسوون شيء. احتياجي هسه عند الجماعه وضخوا فلوس وتزوير هم محضرين، بس احنا هلا هلا الشعب العراقي بعد صار بي ما صار بي الدماء والجوع والكتل والعود، وباعوا العراق وباعوا النقود ودمروا الدمور، لا مدارس لا مستقبل بعد انساني بعد ثاني، ايش بقى بعمر ما بعد اذا مخليهم هم دولي. لازم نغير، لازم نغير، اذا ما نغير ترى اذا رجعوا علينا يدمرونا موتونا موت دولي. نعم. هذولي مثل مرض السرطان مرضونا، لازم نبدل. انا من بالنسبه لي والله العظيم اقول حرام ثم حرام ننتخب اي سياسي قديم كان بالحكومه، لازم نغير. نعم. انا اشكرك ابو عراق من كربلاء كان معنا. ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. بالنسبة هي العملية الحقيقية المقبلة الأكبر يوم 10 بعد يومين، يعني مسرحية هزلية يضحكون بها على ذقون الشعب العراقي، الصناديق البديلة محضرية لي قدام، الصناديق لو يجي أبو الأمم المتحدة أكبر واحد يرشوب مليون دولار من أموال الشعب العراقي ويقول نعم الانتخابات نزيهة. القوائم الأخرى البديلة والأسماء المطبوعة تجير للفاسدين الموجودين من 2003 إلى الآن. أكو نقطة مهمة جدا خلينا ننتبه لها الشعب العراقي. أن القانون والدستور يحرم تحريم كامل ويمنع منع أي مزدوج للجنسية أن يرشح لأي منصب من المناصب الثلاث الى اصغر مدير عام واصغر رئيس قسم، وهذا ما نسويه مطبقين نهائيا، وهذا منصوص عليه بالدستور. هو يكون المرشح عراقي ويحمل الجنسيه العراقيه، يعني مو متزوج الجنسيه وهو عراقي يحمل الجنسيه العراقيه وامه اجنبيه وحاطين من اي دوله عربيه او دوله اجنبيه، لا يحق له ان يحتكر او يمتلك جنسيه اخرى سواء قطرية أو إيرانية أو سعودية أو أمريكية أو بريطانية. بعدين يا عزيزي هي نفس الاسماء راح تطلع، نفس الكتل راح تطلع، وإذا صرح شيء من الجمهور الله وكيلك المرة يسحقوهم سحق 100 ضعف عن ما سحقوه بالسنة الماضية واللي قبلها. الشعب أن يتهيأ وأن ما ينتخب غير هذول اللي تشرين فقط. هذول هم اللي يمثلون وجه العراق الحقيقي. اجوك ما اجوك كل من يجيك هسه قام يبلط له شارع لو عبد الله طيف لو يشيل الكلاوات هاي ويا كل ما تقرب كل انتخابات يبلط واشراف. ثم وين الاموال المسروقه اللي مصطفى الكاظمي من الخارج واللي تبلغ اكثر من 3 دولار من 2003 الى الان؟ اخر شيء رجعنا 121 مليون دولار، 121 مليون دولار وين؟ و3 تريليونات دولار وين؟ 3000 مليار ننزاخوا الى الفاو تسوي لك اياه طوكيو. فالشعب لازم يوعى وما ينتخب هذول القروض ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو زين من النجف كان معنا. ابو حيدر من واسط، تفضل ابو حيدر. اليوم الاقتراح الخاص بالنسبه للقوات الامنيه للسجناء للنازحين تم، وهناك خروقات حدثت في هذا الاقتراح، تفضل. الو السلام عليكم، مساء الخير. السلام عليكم على قناتكم، شلونكم؟ عيني شلون صحتكم؟ اهلا وسهلا بك.
من قضاء بدرة محافظة واسط. حياك الله. رحم الله والديك عني، بس اسمح لي شوي احكي وياك. تفضل. احنا هذا بشرنا ما تفيد به اي نصيحة. بشرنا ما هذا شعبنا ما تفيد به اي نصيحة. قسم قافر على المالكية، قسم قافر على مقتدى، قسم قافر على قيس الخزعلي، اي نصيحة ما تفيد. الكل الكل قافلين، الكل قافلين. احنا اليوم في قضاء بدر مسوين استعراض، اليوم مسوين استعراض. شو اقول لك؟ المالكي فاز. بس اكو هوايه مقاطعين. اغلب والله انا اول واحد من المقاطعين. بس تعال للناس دول اللوقيه، عندنا لوقيه هوايه. نعم. يقول الاحزاب هاي الاحزاب الفاسد، تعال شوفنا احنا، هاي المنفذ الرباطي، هذا منفذ الرباطي، هذا المنفذ، الواردات المنفذ كلها تروح للحنانه المقتدى. نعم. هاي احنا الكوت مدمرين اثنين نفرين، مقتدى وعمار. هاي الكوت كلها، رئيس محافظ الكوت من جماعه عمار، ورئيس مجلس محافظه من جماعه مقتدى، وعندك الاحزاب. نعم. ورحم الله والديك، شكرا جزيلا. وهذا بشرنا ما تفيد به اي نصيحه. لا ان شاء الله مثلك وامثالك، يعني اكو وعي كثير لدى الشعب العراقي. انا اشكرك ابو حيدر من واسط، كان معنا هاشم من السماوه. تفضل هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. استبعادين من الانتخابات 2005 حتى 2010 2018 حتى هذه الانتخابات، الله تحتك كل هالأقدام هذه ما لا ما تخدم العراق اللي ما يكون. هذه من تابعة إيران، كل هالقوارض هذه، كل هالأقدام هاي موالية إلى إيران. ما لا يفيدون العراق أبدا، بل يدمرون العراق هؤلاء. وتلفون الشعب العراقي الى معاناة بعده جايد جهلة، ولا ان يخدموه ولا يفيدون. الحاكم اليوم واللي تراها بالانتخابات كلها مميلها الى ايران، تفيد ايران. يعني مثل كتله ها وكتله سائرون اللي هي افسد كتلتين كل الكتل السياسية الحاكمة اليوم. الله بيعطيك هذه الكتل فاسدة، وحتى اللي داعمين لهذه الكتل هم أفسد منهم وأكثر منهم ضغط. قالوا لا، حتى دول اللي يسمونهم رجال جيل، براءة جيل منهم، رجال فساد. اي والله بحمائمهم بأخلاقهم بمنشأتهم. الله بيعطيك رجال فساد هذه، هذا مو رجال جيل. زين هاشم هاشم اللي المواطن اللي بالحار يصيح كهرباء ماكو، وبالشتاء يقول لك نفط ماكو تدفئه، ويصيح شوارع ما مبلطه ومحفره وماكو مجاري ومن تمطر الدنيا نغرق وماكو وظايف، ويتكلم على الطبقه السياسيه الحاكمه بالعراق، ويروح بهذه الانتخابات يروح ينتخب، هذا شنو ممكن واحد يتكلم معه او يوجه له رساله من خلالك او من خلال المواطنين العراقيين؟ اخوي هذا ما يفيد وياهم نصيحه. نعم. اذا لازم ما يشتكي من الوضع. اللي رجع انتخب نفس الوجوه. نعم. يعني شو السجون والمعتقلات مليئة بالمعتقلين. نعم. كيف تابع لهذه الأقدام الحاكمة اليوم بالعراق؟ وشكرا. أنا أشكرك هاشم من السماوة، كان معنا طبعا ضمن عمليات الرصد التي يتابعها ناشطون
لما اعتبره فضائح اعتبروه فضائح تخللتها عملية الاقتراع الخاص، فقد تم رصد إدخال منتسبي الأجهزة الأمنية هواتف محمولة لمركز التصويت في النجف رغم منعها من قبل مفوضية الانتخابات، حيث أكد ناشطون بأن المنتسبين وثقوا بطاقات الاقتراع بهدف ضمان حصولهم على مقابل مادي من الجهات التي قاموا بالتصويت لصالحها وفق اتفاق مسبق. خلونا نشوف هذا المقطع. نعم، معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك اخي عمر. هاي الشوادي تبعيه ايران، انا زي ما قلت لك قبل فتره ومرات عدتها، قلت لك احنا شعب مو واحد. هاي النماذج هاي اللي اقصد بها هاي تبعيه ايران، يعني انا البارحه والله شفت واحد ضايق بتشبيك، قال المكان مال الاقتراع ما تبعيد عني وراح يوصلني، يعني راح تنتخب؟ قلت لا ما انتخب. قلت انت راح تنتخب؟ كان يقول ايه. قلت المن؟ كان يقول مقتدر. قلت له ايه ما شاء الله، شنو انجازاته؟ ظل ساكت. هذول عقول ما عندهم اخي، هذول عقول ما عندهم، حاقدين حقد على العراق. يعني اي معارضه مال اي دوله، يعني على اساس بانه مضطهده او كذا، لا تجي تبني. يعني كله مفلش العراق تفليش، لا زراعه لا صناعه لا البطاله. الناس اللي بالخيم هذول اذا ما عندهم على غيره على النساء والشيوخ والاطفال يبنون بلد؟ مستحيل. وشوف هاي النماذج هاي القذره، يعني تمدح بيهم المصيبه، تمدح بيهم. حقد حقد عمر، هذول حقد ما صاير بالتاريخ. هم شلون احتلوا العراق؟ هم جودهم جود امريكا جت فيه طبت احتلت العراق وسوتهم. هم هذول مطايد احتلال، صدقني مطايد احتلال ذولا. هم لما امريكا يقدرون يجون العراق، العراق العظيم هذا اللي دوق العالم، جاي اخر شيء هذول جايين يحكمون العراق، كبر جريمه بحق الانسانيه كلها. نعم. فحدث ولا حرج، هذول لا يعرفون بلد لا يعرفون العراق وما عندهم غيره على البلد نهائي. فالله الله يستر، ما اقول لك بعد. يعني انا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. ابو ياسين من ديالى، تفضل ابو ياسين. حياك الله يا عمر، استاذ محترمين. يا اهلا بك، الله يسلمك. نصيحتي للأخ أبو علي من أبو غريب، أقول له وقفوا المرشحين، أقول لك تقدرون تظهرون مغيبين؟ راح يقول له لا. لا تقدرون طلعون أبريال سجون؟ راح يقول له لا. تقدرون طلعون نزال سجون؟ ذاك الوقت عذره أقول لهم تعال تقابي. أخي أبو علي، إذا سياسيين الشيعة ذيولة فسياسيين السنة ذيولة، فاتن إلى ذيول من أمه ذيول الذيول. هذا المسرح شوفك عمر، مقتدى الصدر يقول رأس الوزراء الصدرية عقائدية، استلم دول الاخوه الطائفين هذه الحرب والخزعه اللي دول يقولون احنا ما نقدم، ما يخلونا نقدم خدمات لانه احنا اتباع الحسين، لان احنا من اتباع ام كلثوم. هذه العقول الجافه، هاي العقول الجماع. يعني انت اذا الخط الاول الخط الامامي صاحب القرار تتفجع بهاي الطائفيه المقيته وتقول ما نقدر نقدم خدمات، فكيف غير ذلك؟ اخي هاي مو عمليه سياسيه ولا ديمقراطيه. اريد اسال هاي الفوضية ما سمعت هذا الحديث الطائفي وين دورها؟ اخي عمر هاي موضوع طائفي، وهذا كله صادق ومعده وموزع على حصص مالتهم ومقسمينها، وهذا الموضوع ما يفيد. فكل واحد يروح، انت فهو ساذج ما عنده عقل ولا عنده شرف. لو عنده شرف 18 19 سنه الشعب العراقي يقتل، الشعب العراقي جوعان، لا خدمات لا صحه لا صناعه لا تعليم لا كهرباء لا ماء، وتطلعون تستخدمون مقتدى كلها عددها وغير يقول بس تبعيه. قاعد انت انت مو تابع، يعني هاي انت وين شلت تايم؟ انت من العمليه السياسيه؟ مو عندك 6 وزارات؟ مو عندك 54 برلماني مدراء عمين؟ انت فاسد وصيح الصح الصح. فهذا نموذج تقيف الباقين. فيا اخي يا ابو علي، ذول الجدة هم القدماء قدموا للعراق للشعب، هذول الجدة، هذول الجدة بس تسكلتها، لأن أصحاب القرار هم تابعين إيران، هم ذول أصحاب القرار هم تابعين لإيران. أبو أسيل من ديالى كان معنا، شكرا لك. أبو أسيل من ديالى. أبو مسرة من النجف، تفضل أبو مسرة. السلام
ابو مسره تسمعني؟ كيف اخويا؟ نعم تفضل ابو مسره. حبيبي الغالي يا هلا. بالنسبه يعني بس ادي تعليق على الاخ ابو ياسين. تفضل. يا ريت يا ريت يعني نص التلفزيون للاخير 2003 و2004 نص التلفزيون للاخير حتى نقدر نسمعك بوضوح. تفضل. ابو ياسين مع احتراماتي يعني جيل صاري السيد مختلف الله يحفظه 2003 من طلع الامريكان من الامريكان قاوم هذا الانسان الشريف هو اللي يحتاج الصوت. منو طلع الامريكان؟ منو طلع الامريكان؟ الامريكان موجودين وين طلعوا؟ ابو مسره ابو مسره ارجع اتصل. ابو مسره انت تقول طلع الامريكان. السيد مؤخذ الصدر عنده تصريح واضح مع قناه الجزيره قال احنا ما لنا علاقه من التواجد الامريكي. تيجي نطلع لك اياه تشوف التصريح لو انت تدور على اليوتيوب. هذا في تصريح إلى لقناة الجزيرة في ذلك الوقت وقال بالإشارة إلى أنه هناك فتوى ويقصد لفتوى المرجع علي السيستاني بتحريم قتال الأمريكان. أما إذا تقصد اللي صار في وقتها فهو بسبب مذكرة إلقاء قبض في عهد أياد علاوي رئيس الوزراء في ذلك العهد. مذكرة إلقاء قبض بحق مقتدى الصدر لاتهامه أو ضلوعه بقتل أحد أبناء الخوئي في النجف عندما دخلت القوات الأمريكية عام 2003 وحاصروا الأمريكان والقوات المشكلة في ذلك الوقت الحرس الوطني وصارت عمليات ضد هذا الحصار لما رادوا يلقون القبض عليه. كنا نتذكر أنه شلون انباعت الأسلحة مدينة الصدر والنجف فلن زاود الأمريكان ذولاك موجودين والمقاومة معروفة من اللي قاوم الأمريكان في الأنبار وصلاح الدين وبغداد ونينوى وديالة. فالتاريخ موجود اليوم صورة وصوت على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى تويتر موجودة وموثقة. فإحنا لا نكذب الواقع ونقول لك والله هذا شلون يتكلم عليه. ثانيا هو مشارك بالعملية السياسية هو خاضع للانتقاد حال أي شخص. هو ليس من المعصومين سيد مقتدى أو غيره من الموجودين بالساحة. هو مشارك بالعملية السياسية وداعم لها من العام 2003 وباعترافه هو العام عند لقاء على قناة الشرقية قال لو مو مقتدى الصدر ما تشكل ولا حكومة من العام 2003 ولغاية الآن وقالها من 2005 انتخابات 2005 عنده وزارات وعنده نواب ما شاء الله فهو حاله حال البقية. فأنت من حقك تدافع عنه ولكن مو من حقك تمنع الآخرين أنه ينتقدونه على الواقع العراقي اللي وصلنا إلى بعد 18 سنة. نعم أكو اتصال. أبو شيماء من بغداد. تفضل أبو شيماء. الله يسعدك حبيبي. أهلا وسهلا بك حياك الله. تابع حبيبي إحنا ما نظل نسقط بالهذا البيق هو هي الانتخابات. نعم جماعة تشرين هذا جماعة يقولوا إحنا مظاهرات وغيرنا المظاهرات وغيرنا ليش ما يروحوا يشاركون هاي صناديق الاقتراع موجوده انتوا ليش بس تسقطون بالعالم؟ ما ابي خير يسكت ويحكي هم دور على تشرين انتوا ما بيكم خير انت ليش ابو شيماء ابو شيماء تفضل هسه انت تغصب الناس هو حق انتخابي اذا جينا نتكلم بالديمقراطيه الحقيقيه. نعم انت تغصبني انا اروح للانتخابات؟ لا طبعا خلاص يا اخي حر هو حر ما يريد يقول احنا غيرناه. منو غيره؟ هم مو يقولوا احنا جماعه تشرين غيرناه. المن غيره؟ مو هاي المظاهرات طلعوا مظاهرات وقمعوهم وقتلوهم 800 واحد انقتل و35 الف جريح ولحد الان يلاحقوهم وبيهم اللي طلعوا خارج العراق. بس اسمع لي يعني اسمع لي يعني انت من 2003 هذا الفساد والقتل والدمار والشارع واحد ما بي خير ببغداد. بغداد تفوت لها من كل المنافذ عباره عن مزابل. يعني هاي انت تحمله تشري لو تحمله للطبقه السياسيه اللي تحكم العراق. عجيب. مصطفى الكاظمي اذا بس اسمح لي اذا تقصد مصطفى الكاظمي كان مدير مخابرات الرجل وهو من ضمن الطبقة السياسية منذ العام 2003 اتفقت الزعامات المتسلطة والحاكمة بالعراق
وخلوه رئيس وزراء لهذه الفترة. نتحاور استاذ محمد، خلينا نتحاور وياك انا وياك. نتحاور انا وياك. يو انا هدا احاورك. نعم. المتظاهرين ادري من عندكم اشتغالات تدخلوها بشغلة سياسية، انت عندك حق مشروع لو ما حق مشروع. قاموا يهاجمون يدخلون الدول يدخلون ما اعرف من وبيها، انت عندك حق مشروع. من الدول اللي دخل يا اخي ابو شيماء اذكر لي دلائل، اذكر لي دلائل إيه؟ بأنه ثوار تشرين دخلوا دول، هو منو اللي عنده ارتباطات بالدول غير الطبقة السياسية اللي حاكمة بالعراق؟ هي عندهم زين أسألك سؤال، زين أسألك سؤال، تشرين ايش وقت صارت؟ هي تشرين صارت من ايش وقت صارت؟ أول المظاهرات 2019 صح؟ مظاهرات على مطمح لا لا 2019 صح؟ حقوقهم. بس اسمعني ايه 2019 صح لو لا؟ بس جاوبني صحيح. 2018 صارت انتخابات، ايش قد شاركوا من العراقيين بهذه الانتخابات قبل تشرين؟ ها ايه اعرف ايش قد ايش قد؟ لا مو جاوبني جاوبني 34% ما ادري 20 ما ادري قد. تمام زين هنا تشرين انت تقول تشرين زين 2018 شنو هم علاقه تشرين؟ مو هو الوضع بالعراق هو خربان، هو الشعب يدري شنو الوضع. احنا ليش تذبها انت دائما براس تشرين؟ شو لهم علاقه تشرين؟ اي مو استاذ الحديث هم ناس خرجوا بتظاهرات من حقهم، خرجوا بتظاهرات سلميه، خرجوا بتظاهرات بس اسمعني خرجوا لم يطالبوا بانتخابات مبكره بل طالبوا باسقاط المنظومه السياسيه اللي بناها الاحتلال، اللي اليوم الزعامات يطلعون على الشاشات ويتبجحون بمقاومة الاحتلال، والدستور اللي يمشون عليه هو سوى الاحتلال، والعملية السياسية بهيكليتها وافق ورعاها ويدعمها لهذه اللحظة الاحتلال، اللي هم اليوم يصيحون يقول لك احنا اللي قاومنا الاحتلال، حتى ما قدروا يعدلون الدستور، ما يقدرون طبعا ما يقدرون لأن الأمريكان رايدين بهذه الطريقة. أبو هو شنو دولة تشع عليهم تقول تقول المقاومة وما أعرف شنو وهم احتلال، هم قاومة والاحتلال عجاز، بس هي ظروف جبرت أنه نتغير من نظام سابق أدمج شعب جت أمريكا خلصت العراق، هذا الشيء واقع حال ما حد ينكره، واقع حال أمريكا جت خلصت العراقيين ما بيهم خير، جت أمريكا وخرت النظام إزاحته من صدر العراقيين، يعني هذا ما يتفق عليه. يعني أنت تبرر للأمريكان غزوهم واحتلالهم للعراق؟ أنا خلصوا وخلصونا من نظام جاسم على قاعد على ما أرضنا أيه. ماكو بديل استاذ عمر، ماكو بديل. تمام ليش تقول أكو زين ما لك حق تقاوم؟ يقول إيران ما أبو شيماء تفضل شلون أنت ترحب بالغازي والمحتل وبعدين تقول والله أنا مقاوم وأنت ما قاومت؟ أنا ما توقعت يكون الأمريكان قلت يغيرون النظام ويسحبون، ما توقعت أنه يكون هاي الفترة، ما حد يقبع العراق. شنو قابل وحدة زعلانة وجايين يراضوها؟ قطعوا محيطات وبحار. نعم الموضوع الموضوع العراق وليس شخص صدام حسين او نظام صدام حسين. اني اشكرك ابو شيماء من بغداد كان معنا. ابو علي من المدان تفضل. ابو علي وعليكم. ابو علي وعليكم السلام ورحمه الله. اي وحيد ذرع المجاهده الكريمه البطله حياك الله يا هلا بك اخوي العزيز. اخي المفروض شغلات ما احكي ويا طول يا بالحكي. لا ما ابي شيء، هذا حوار هذا حوار اخي ما ابي شيء. اخي هم اتباع امريكا واسرائيل وايران اللي دمار هذا البلد، يدعون بها مقاومه ويدعون بها سقوط نظام، وش اللي قدموه للبلد؟ نعم سؤال، قدموا القتل، قدموا الطائفيه، الشباب العراق المظاهرات هم اللي قتلوهم، شو اللي قدموه؟ هسه يحكي على المقاومه ويحكي على مرجعيه ويحكي على هم فاشلين من السقوط الى هذا اليوم، شو اللي قدموه لهذا؟ نعم والله داعي الشعب العراقي خيرين، والله انصحهم ينتخبون الوطني العراقي ولا للوطن، ولا عملاء والله جديد، والله مزقوا الشعب، والله اساءوا للشعب العراقي يا اخوي العزيز.
حفالة المجتمع مع احتراماتي للي يسمعني كان داخلين بالدول هسه جاي يحكم لي جاي يقعد يقول لي سكس مال سبويس يعطي كتا 10,000 دينار وهذا الصوت العراقي الشريف الوطني يبيع كتا ب 10,000 الخزي والعار على الشوارع هم دول الجبناء داخل المجتمع والله لا. جريمه دول المكلون البلد نعم من قتل الشعب المهجرين اللي فلشوا الرماد والموصل ابو غريب الله ينتقم منهم الله والله مزبله في التاريخ لا ينعلهم التاريخ اليوم القدر واشكر الاذاعه الكريمه المجاهده البطله نعم احمد ابو علي من المدان كان معنا احمد من الموصل تفضل احمد أنا أستاذ أهلا وسهلا بك يا ريت تنص التلفزيون حتى نفتهم عليك خادم وتأمر ما يمر عليك ظالم حتى نفتهم عليك تفضل نص التلفزيون أدو. للأخير أخي تفضل ماشي واليمة خل يسكتون حتى نفتهم عليك وعليكم ماشي. السلام رحمة الله شلونك أستاذ العزيز يا أهلا بك عمي حنحكي غرف الموصل والله أخوي إذا مرشحي كل شيء ما سواني صار لهم من التحرير لحد الان نفس الخراب ونفس انت دشوف انت دشوف هسه الشاشه دشوفها مو اي تعجبك دشوف هاي الصور بالموصل على الدمار معلقين صورهم صور ايه المرشحين اي هاي بلا والله استاذ والله استاذ قلت لك الموصل بعد نفس لا تغير شيء يعني بس المحافظه نجمه الجبور هو تشتغل أسر تغيط عافو أسر من يتبلط شوارع قبل الجنة ذولا جماعة البرلمان يقصوا صور ذولا جديد ينشرونها قاموا إحنا بلطنا هذا حرام إذا بلطوا شيء أما تقول كلها بجنة جمع جمع حد قاتل أي برلمان ما له شو شيء نعم أي والله أستاذ الله يعينكم اي والله هسه حتى محافظ عاصي التبليط يعني بعد ما يبلط لورا انتخابات يعني من يبي الشارع يجي قبل وراء ياخذون صور احنا بلطنا حرام اذا ما بلط شيء ولا سوى شارع ولا بنى بيت كلهم شلع نعم اي والله حسبي الله على الدوله هاي ما ادري اني اشكرك احمد من الموصل كان معنا معنا اتصال من بغداد ابو محمد تفضل ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك يا هلا بك حبيب قلبي والله احنا المصيبه ما يعني ما نقدر نشكت والا الوضع كله خربان لكن لازم نحكي بس انا شفت اذاعتك قبل لقائك هذا كنت اشوف لقاء غير اذاعه اثنين ارد على واحد من الاخوه هسه كان وياك قبل شوي كانوا ثلاثه منتخين بإذاعة واحد تابع للأحزاب والباقيين لا اثنين كانوا تابعين للأحزاب واحد نعم تصور هذا اللي خطية اللي هو مستقل ويعني رجال صحفي أو إعلامي وش تعتبره ما أنطوه مجال أن يتكلم احنا نجي الموضوع المستقلين الجماعة يقول لك احنا مقاولين عن المستقلين اللي يدخلون للبرلمان نعم. إذا هو صحفي وقاعد الدولة برا ما من حق أن يتكلم وفي البرنامج إلى فوضى إلى ما أعرف وإيش آخر شيء سكتوا ما أعرف وين راح أحد يقول والله هي تمثيلية ترى هاي نعم. يعني هذا كله تمثيل يعني بس هاي قدة سرطانية صابت هذا البلد نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستأصل هذه القدة شلون وليش هذه الله تبقى ينهم أهل البلد أبو محمد نفس الوجوه من انتخابات 2005 ولغاية الآن هي نفسها اللي مسيطرة ونفسها تدعي بأنها هي التي سوف تفوز ويجي واحد يقول لك لا إن شاء الله يصير خير قول يا الله زين الله مو ده يقول له غير نفسك الله يقول يسعوا في مناكبها وكل من رزقه تتحرك للأصح مو للواحد مو صحيح يعني هذا كلام منطق لكن المسألة استاذ يعني متى هسه انا سمعت عن واحد من اهل ابو غريب يحكيك يقول دخل وبلت وبلت انا انطيك اياها من الاخير الله كفيلك هم هذول المرشحين اللي بابو غريب نعرفهم ونعرف شلون كانوا هسه روحوا بالسراول والمكان اللي ربحوا بها وراح يرجعون
مره ثانيه ويرجع الدين جرس مره ثانيه. يا عزيز قلبي يا اخي الغالي البلد مضاع. اما بالنسبه للدولة اللي يقول لك في الساعه من قلت له انت تتبرى للمحتل، هم هم المحتل زين، منه قدم سيدنا الامام علي للمحتل؟ مو هم لا، هو نفسه، هو نفسه ده يقول بالعكس، هو يرحب يقول لك انا ارحب بالغزو وبالاحتلال، خلصونا من نظام صدام. قلت له يا ابو العد انت طيب. اذا خلصوك من نظام صدام زين ليش جاي اليوم تقول انا المقاومه؟ ما لك حق تقاومه، الناس مخلصوك من بلا انت اللي تقول عليه. هو ده يقول خلصونا زين، علي الشياب تجي اليوم تقاومهم؟ هو ما عنده عذر، يعني ما عنده عذر، يريد يحاول انه يسمع المبرر. استاذ العزيز بالنسبه للمقاومه ونفس الاقوى انه الفرج عن 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 مقاومينا الحقيقيين اللي كانوا يعتبروهم ارهابيين، وكانوا والله مشوفينهم الويل للامريكا، اعتبروهم ارهابيين، اعتبروا مناطق كامله حملوه بالارهاب لسبب واحد، لانه قاومت المحتل، لانه قاتلت المحتل. المصيبه الطامه الكبرى بشعبنا. انا طولت عليك بس والله يا اخي مره بيقوم. انا اشكرك ابو محمد من بغداد، كان معنا اتصال. ابو علي من لندن، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وسهلا. ابو علي النجفي من لندن، يا اهلا بك، حياك الله. حياكم الله. انا اطلب من العراقيين الاحرار، من العراقيين الشرفاء، من العراقيين الاصاله، الا يذهبوا الى الانتخابات الخزي والعار، الا يذهبوا الى انتخابات اللصوص، انتخابات المجرمين، انتخابات خميني وخامنائي، انتخابات العملاء الخونة في الخضراء. هذه الانتخابات لا تعني الشعب العراقي الحر، ولا تعني الاحرار، ولا تعني الشرفاء. هذه الانتخابات انتخابات مراجع خزي وعار، انتخابات مجرمين ارهابيين عصابات قتلة. انا اقول اي واحد ينتخب ويرشح نفسه، واي قناة واي فضائية تطبل لهذه الانتخابات، هم من انكت وجه الارض، هم فسقاء، هم مجرمين قتلة، هم مشتركين في قتل الشعب العراقي. يا شعب العراقي الحر، يا عراقيين يا احرار، لا تذهبوا الى انتخابات. نفس الوجوه القذرة، نفس الاحزاب القذرة جاي يرشحون نفسهم الى الانتخابات. هاي 18 سنة فوق ونهب وقتل واعتقالات وانفجارات، سوينا احنا؟ ما سوينا شيء. نعم، ما سوينا شيء. اكو بعض جماعة يقولون روحوا للانتخابات وضربوا ضرب اكس او علامة خط. اخي لا تروح ولا اقعد ببيتك، اقعد ببيتك، لانه انت مجرد ذهابك الى الانتخابات عصابات الخضراء، ميليشيات الخضراء يجيبون الفضائيات مالتهم وراح يصورون وراح يقولون للعالم شوف عندنا حضور الى مقرات الانتخابات. نعم اخي لا تروح للانتخابات. انا اشكرك ابو علي من لندن، كان معنا ابو ياسين من بغداد، تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين. اهلا وسهلا بك اخي. انا قبل لا ادافع عن اشخاص اللي فلشوا البلد، ادافع عن بلدي. الموصل منو فلش؟ مو هم الانبار منو فلش؟ ديالى، بغداد، الجنوب هسه بدون خدمات صاير جيفه. منو؟ مو هم صار لهم 18 سنه. هذا العامري، هذا العامري يقول لاننا اتباع الحسين لم يسمحوا لنا ببناء هذه المحافظات. ايه منين هم اتباع الحسين؟ بريء منهم الحسين، لان هو هذا العامري مو عرب لنا 8 سنين، من السنين مو هو اللي حارب الحسين؟ الحسين وين؟ مو عندنا بالعراق؟ مو هو اللي حارب هذا الدجال هذا؟ بس اخي اكو يعني العفو، اكو يعني العراقيين ناس اغبياء، يعني مع احترامات الناس الطيبين، يعني شوف اليوم سوي الحفلات بالبياع وبتشير وبالثوره الانتخابات، شنو يعني انتم؟ يعني ادري ما يعني ما صارت لكم عبره 18 سنه لا خدمات. عراق يعني العراق جو بال 2003 كان احلى بلد، هدموه كله هدموه، وانت تروح انت يعني والله عجيبه. الجانب الاخر اخي يعني هسه هاي الصور اللي معلقه، صورهم هاي الصور اللي معلقه بكل العراق، هاي فلوسها ما يعني ما تبني الموصل، ما تبني الانبار، ما تبني بغداد، بس هم واضحين يعني هم داخل اطار هاي العمليه السياسيه.
والجانب الثالث امريكا محضرينه وايران محضرينه اخي محضرينه. انا اشكرك ابو ياسين من بغداد واعتذر عن المقاطعه واعتذر لبقيه المتصلين لان ما بقى وقت لحلقة هذا اليوم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.